المادة 50 من الدستور الفقرة الأخيرة والمادة 101 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ، فإن مجلس الشيوخ المنعقد في جلسة علنية بقاعة الاجتماعات تحت رئاسة رئيس محمد الحسن وللحاج، وبعد تدارس وضعية احتجاز الشيخ محمد الغد لدى فرقة الدرك في مدينة روسو إثر هذه السير تعرض له يوم الجمعة 12/5/2017، يقرر طلب تعليق الاحتجاز بحق الشيخ محمد الغد فورا، وذلك طبقا لأحكام المادة 50 من الدستور المذكور أعلاه.